والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال والتفاصيل مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا إلهام، شكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. حققت الصادرات الزراعية المصرية هذا العام رقما قياسيا، حيث تجاوزت نحو 6,300,000 طن لأول مرة في تاريخها. وذكرت وزارة الزراعة أن الزيادة بلغت نحو 625,000 طن عن العام الماضي، رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى ارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التي واجهها العالم هذا العام. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الودائع لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي لتصل إلى 7,600,000,000,000 جنيه حتى نهاية أغسطس من العام الحالي، مقابل 6,000,000,000,000 جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاعا قدرها 28%. وسجلت قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي نحو 1,600,000,000,000 جنيه حتى نهاية أغسطس 2022، بنسبة 20.8% من إجمالي الودائع، مقابل 1,100,000,000,000 جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي يستعد لاستقبال المكتبة العائمة لوجوس هاب البالغ طولها 132 مترا، والتي تصنف باعتبارها أكبر مكتبة عائمة في العالم. وتباشر المنطقة الاقتصادية منذ أيام استعدادات خاصة لاستقبال هذا الحدث الثقافي الذي يعكس قدرة المنطقة الاقتصادية على استيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها وتأمينها وتقديم الخدمات المطلوبة لها، مما يساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية. أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2022، حيث رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز 2021-2025. وانتهى الجهاز على مدار العام من مناقشة نحو 344 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، حيث تم دراسة 283 حالة. تلاه قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 16 حالة، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث حيث تم دراسة 12 حالة. في أسواق البترول العالمية، تقلبت أسعار النفط بالشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الأزمة في أوكرانيا، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها حققت مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي. ارتفع خام برنت بنسبة في آخر جلسات التداول للعام بحوالي 3% ليبلغ نحو 85.91 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.4% ليبلغ نحو 80.26 دولار للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.15% لتصل إلى 3.03 دولار للتر في المقابل. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.84% لتسجل نحو 4.47 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات رسمية في الصين تراجع النشاط الصناعي بشكل حاد في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، رغم تخفيف بكين القيود المرتبطة بالحد من جائحة كورونا مطلع الشهر. سجل مؤشر مديري المشتريات الأساسي لرصد النشاط الصناعي 47 نقطة مقارنة ب 48 نقطة في نوفمبر، أي دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف والهام لاستكمال ما تبقى من السلسة. شكرا لك فاطمة خليل على هذا العرض.